طيبة وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير وسلام. معنا اليوم سينضم إلينا الطبيب المختص في الصحة العمومية الدكتور محمد كواش من الجزائر، ضيفتنا العزيزة من بنغازي العضو في جمعية القلب الليبية الأستاذة نورية معتوق العمامي، أهلا وسهلا بك شرفتينا. وكذلك من تونس سينضم إلينا أستاذ الطب والإنثروبولوجيا البشرية الدكتور أحمد دياب. نتساءل اليوم مشاهدين الأعزاء كيف يكون طعامنا في عيد الأضحى صحيا، ونتحدث أيضا عن العادات الغذائية الخاطئة في عيد الأضحى اللي تهدد الحياة كما يقول الكثير من المختصين، وسنتحدث عن أهم النصائح الغذائية للحفاظ على صحة جيدة في العيد. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأرحب بالأستاذة نورية، شرفتينا. بداية كل عام وأنت بخير، عيد أضحى مبارك. مساء الخير، كل عام وأنت بخير سيدتي الفاضلة. أسأل الله أن يجعل أعمالكم مقبولة وذنوبكم مغفورة في عيد الأضحى المبارك، وهنئ كافة أمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله من حجيجنا في عرفات. نسأل الله أن يطعمنا هذه اللحظات السنة القادمة بإذن الله. آمين آمين. طبعا تقبل الله صالح الجميع. حبيبتي دكتورتنا العزيزة يعني أستاذتنا، نحن نتحدث اليوم عن الأفراط في تناول الحلويات واللحوم في عيد الأضحى المبارك، على الرغم من أنه لابد أن لا ننسى أنه هناك بسبب ضيق الحال وأيضا يعني ارتفاع الأسعار هناك عوائل لم تستطع حتى أن تذوق طعم اللحمة، ولكن في الجهة المقابلة هناك إسراف واضح وعادات قد تكون يعني مؤذية على صحة البشر، تحديدا أصحاب الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري وأمراض أخرى. أريد أن أسمع منك، خاصة أنه حضرتك أنت أيضا يعني مدربة موجهة لمكافحة الأمراض المزمنة، يعني ما هو الموضوع تحديدا؟ لماذا الناس يعني متعودة على نمط حياة معين هو من يسبب هذه الأمراض؟ يعني بدل أن نتجنبها في عيد الأضحى، مع الأسف ربما نتأثر بها بشكل أو بآخر. تفضلي أستاذة. حقيقة احنا في ليبيا نعاني جدا من عادات سيئة في استخدام اللحوم الحمراء، ليس فقط في العيد بل حتى ما قبل العيد، تكاد تكون طقوس للضيافة، ان نحن لازم يكون الطبخ باللحم بالخروف الحي، وان هذه يكون من الجود، وايضا اكثر امراض القلب والناس اللي يكون عندهم جلطات. نحن قصريا نكون نحن ديما نقولوا من المنطقه الشرقيه، لانهم هم اكثر اهل الجود في انهم لا زالوا هذه العادات مستمرين فيها، ان يستخدموا ما يطبخوش الا باللحوم الحمراء. نحن جدا نعاني منها في العيد. تزيد اخرى ان تكون ايضا خاطئ ان هي تكون فيها استخدام اللحوم الحمراء بكثره، تتضاعف والمشاوي والكميات، وان هو يكون اكثر سهر، وان يكون استخدامها بكثره، يعني يكون في اسراف في الاستخدام، يكون في اسراف، لان نحن عاده ما زلنا التجمعات الاجتماعيه، العائلات تعيد مع بعضها، فيكون في نوع من فتح الشهيه والعزايم والسهر حتى الليل، وهنا تكون مناسبة. نحن عندنا مناسبة العيد مثلا، نحن السنة هذه من يوم السبت إلى يوم الخميس إجازة عيد. نعم. يعني حتى الحكومة أعطت يومين العيد إجازة زيادة عشان إحنا نستمر. نعم. تكون أسبوع. نعم. كامل. أنا تقايلي أستاذة نورية، وكأني شاهدت شخص من ورائك على ما يبدو أنه ابنك.
والله أخي هرب مني. يلا كنا سلم حابين، عليكم كنا حابين سيدي. نسلم عليه يعني، كل عام وهو بخير. تعال يا طالب، تعال يا طالب. هو حقيقة، هم حقيقة أنا قاعدة داخل العيلة، ولهذا نعم، يعني بصراحة أستاذة نوريه يعني مخليني هنا. أنا أشكرك من كل قلبي إنه وافقتي إنه تكوني معنا. أنا بعرف هذا الوقت يعني وقت للعائلة، أنتم في إجازة أول أيام العيد، ويعني جزاك الله كل خير على إنه أنت موجودة معنا عبر الشاشة ليستفيد المشاهدين وتكوني معنا. شكرا جزيلا، هذا شيء يعني لا ينسى، فضل كبير. أنا سعيدة جدا هذا ليس بوجودي. بغريب عن أهل ليبيا طبعا الكرام. تسلمي، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. فأنا نحكي لك، يعني نحن جدا مهتمين بهذه التوعية ضد اللحوم وضد الإفراط في اللحوم، لأن الدهون والكوليسترول والدهون الضارة، يعني نعرف نحن إن هي تحتويها في اللحوم. فأنت نحن يعني بجد في لدينا عادات نعم سيئة شوية، طيب لأن نتفنن في بيننا أكيد. يعني حتى العين أحيانا بيقولوا يعني بتاكل قبل الفم، يعني من طريقة تحضير الأطباق خاصة في عيد الأضحى المبارك. يعني خلينا نكون صريحين أستاذتنا الكريمة، يعني هناك خاصة في العوائل الكبيرة أو الممتدة هذه عادات لابد منها أول أيام العيد. في الصباح يعني الطعام يكون عبارة عن الكبدة وأشياء أخرى، وبعدين المشاوي وغيرها من الأطعمة. طيب كيف الإنسان ممكن أن يسيطر على نفسه عندما يشاهد كل هذه الأطباق اللذيذة؟ السيدات هنا مسؤولات على مساعدة العائلة والأهل في تنظيم الأكل. مثلا احنا نقدر نقول ان لو بدينا بالكبدة، واخذنا انه الكبدة هي اللي تنشوى في الصبح مع الخضروات والفواكه مع عصير فريش، هتكون عادة جيدة جدا، خصوصا ان احنا طالعين من يوم الصيام اللي هو يوم عرفة. فخلينا نقول ان الام تطلب من العيال ان تكتر الميه وتخليها قريبه من الاماكن الشواء، وتقعد على طول تحرض على ان هي تستمر ان هم يشربوا الميه، هيك تساعدهم في ان هي قياده واداره الوجبه. نجو لو احنا مثلا، واحنا عاده الغداء لازم منا، فنحن هنا الغداء لو احنا بنديره مثلا، عاده نديره في طبيخه مع لحم، في من يدير مثلا قلايه، فنحن هنا نحاول نقلل الشحوم لان نكون طيب فيها. عذرا استاذه نوريه، يعني هل المشكله في الكميه ام في النوعيه ايضا؟ والله هي ليست الكمية فقط، ولكن احنا طريقتنا في الطبخ تكاد تكون انك لو ما كانتش فيها دهان، لو ما كانش هيك فيها ما شحوم بيكونش الطعم لذيذ. خصوصا احنا مثلا في بعض في عندنا أكلة اسمها طرب. طرب هذه أها، عبارة عن الستارة اللي حوالين اللحمة. الكبدة هذه ويلفوها، هي كلها عبارة عن طبقة دهن وشحوم تذوب على الكبدة، فأنت بروتينات مع الشحوم أها، يعني حتكون كده مع الميكروبات الغازية في الحر توا، نعم، فهذه تأثر يا عيني حتسبب علي، في مشاكل. يعني سكر ودهون ومشكلة وكوليسترول. نحن نرصد في حالات ام اي واجده في مركز القلب في العيد، يعني بصراحه عيد الفطر فتره 3 ايام العيد حصدنا حوالي 7 حالات ام اي، حالات وكلهم صغيرين استعجالية في يعني. السن، جلطة قلب، احتشاء القلب. هذه كانت كلها من تراكم الاكل يا والسكريات. الله، يعني يعني 3 ايام 7 حالات. مشكلة كبيرة، يعني تزداد هذه الحالات. هل هو تلبك معوي أم تسمم أم يعني شو ليس الأعراض؟ تسمم. شوف احنا بعد كورونا لاحظنا ان في ازدياد الكاردياك ديزيز واجد، سواء كانت هارت بلوك اللي هو اللي يكون فيه الخلل في نبضات القلب، او الجلطات القلبيه، يعني صار في خلل. لكن احنا متعودين كليبيين ان عندنا يعني شراهه في الاكل،
درجة ان مثلا يعني في يعني عند ماشي يعني ولناش احنا عاملين الهيلثي فود يعني ما عندناش يعني ما زال نحن نشوف توعية، ولكن النمط السائد هو اللي هو هو حاليا اللي تربينا خصوصا عليه مع يعني. النمط. نعم، هو اللي تربينا عليه يعني. قبل قليل ذكرتي الطرب اللي يلف على الكبدة الشوي، يعني هي صحيح تعطي الأكل طعم ألذ وربما تجعل اللحمة أكثر يعني تكون طرية، يعني ما تكونش قاسية، ولكن عندما تشوى هذه تدوب. هل يعني هي مضرة أيضا حتى عند الشوي؟ ما هو قلت لك الكميات النوعية هذه أصلا يعني هي اللحمة فيها دهون، صحيح. مع الشحمة هذه أنت زدتي النسبة، إلى جانب أنك أنت يعني يكون جمال الشواء هذا في الليل، ونحن عادة الليل المتأخر يا عشان عيني علي. السهرة، فبالتالي أنت مزاجية تقولي هذا جميلة تتم العائلة والسهر وهيك، لكن في الحقيقة هي مضرة انك انت يعني بعد 9 في الليل، يعني امتى سيبتي مدة للمعدة عشان تهضم، امتى بتديري رياضة، يعني السهر هذا من بعد الاكل حتنامي، أنا فهنا حتكون حتمشي. في يعني يعني عادات تعتقدي فاقدة. إنه لازم نغير نمط الحياة، والشوي بدل ما يكون مساء يكون ظهرا أو عصرا، حتى يستطيع الإنسان بعد ذلك حرق الدهون أو يتمشى أو أو إن نحن نخلو اللحم يكون خالي من الشحوم، دهون. يكون مثلا كان في البروتين الكبدة على سبيل المثال نفضلوها فطور، لأن هي تاخذ 12 ساعة عشان تنهضم، فأنت بعد ما تقولي إنك أنت الكبدة تخلي البروتينات اللي فيها تقعد 12 ساعة، أنت خليها تقعد مع الفطور، وبعدين اللحمة يعني مع الخضروات تكثر الخضروات طيب وتكثر. نعم أستاذة نورية، سؤالي يعني بالنسبة لمرضى القلب، يعني هل الطعام الغير صحي يؤثر عليهم لدرجة أنه تحصل جلطات؟ طبعا، لأن أول شيء الدهون تتضرر، بعدين عندك نسبة زيادة السكر من هذه الدهون وهذه يعني الكميات اللي تكون فيها والإفراط. أيضا بعض المرضى القلب مصاحبين لخلل في الكلى، فأنت هنا تبي تحكي إنك أنت بتزيد الأملاح، يزيد الضغط الدم، يعني هي عملية مركبة. لازم نفهم احنا عادة بعض المرضى ننصحوهم ان قبل العيد يمشوا يعدلوا نسبة الدهون وعلاج الدهون، وان يفهموا من دكتورهم بالضبط كيف تكون الوجبة، كم هل هو المشوي افضل والمسلوق افضل، نعم، لو هو يبي مثلا يعني بالكميات افضل له، يعني وهي ربما لما يكون تختلف من متابع. مريض لمريض طبعا، صحيح؟ تختلف من مريض لمريض حسب نسبة الدهون، بعض المرضى زي ما قلت لك يكونوا على جرعات بسيطة ونسبة دهن تكون متاحهم مثلا نعم، معدلة، بعد العيد الدكتور يجي ويراجع النسبة هذه، حيشوف هو المريض وين قاعد طيب خلال أستاذة العيد. نورية، هل المشكلة في الإفراط بالطعام مما يؤدي إلى مشاكل صحية في عيد الأضحى؟ يعني مثلا لو مريض قلب أو يعاني من بعض المشاكل المزمنة مثلا، لم يكثر من هذه الأطعمة، منها اللحوم التي تحتوي على دهون أو المشروبات الغازية أو الحلويات، لم يكثر يعني يأكل بنسب قليلة، هل هذا يحميه أو من أن يصاب بوعكة صحية في فترة العيد، أم لا فرق إذا أسرف أم قلل؟ والله حاليا أصبح زي ما قلت لك من بعد كورونا أصبح يعني حتى يعني ما عادش في أسباب واجد، أصبح في كيف صحيح. الخلل، المفروض الواحد يدير وقاية. نحن نعرف إن الإفراط في اللحوم حيزيد نسبة الدهون الغير ضارة اللي هي حتزيد نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، فإحنا هنا نقلل. نعرف إن الرياضة مهمة، العيد عادة يستغل ان يتواجدوا الناس في بيوتهم ويكون بس مختصر على الزيارات، وحتى لو يبي يعدي للاستراحات حتكون هي استراحات للاسترخاء.
وليست للرياضة في الأماكن يعني. نعم نعم فيعني هي نوعا ما المفروض ان الواحد يتوعى على ياخذ الوعي الصحي عن الغذاء الصحي، ويبدا هو يوازن كل وجبه المفروض شنو يكون فيها من نسبه لنفسه، يعني قبل نعم. العيد وعلى العيد يكون هو خلاص ولكن أستاذة صحي نورية، 100%. النفس هو ما تشتهي، يعني أحيانا الإنسان لا يريد لكن أن يحرم أو يحرم نفسه من هذه العادات الغذائية. السادة الفاضلة، نحن نتعرض في مستشفياتنا حقيقة لنقص خدمات، نعم ومنها خدمات أمراض القلب. مهما كان عندنا تطور هنا، إنما عندنا في عجز أحيانا إنك تقدمي خدمة إلا لو أنت عديتي للقطاع الخاص. فالإنسان الأولى إنه يثير وقاية صحيح نفسه، عشان هو عارف لو هو صار له الخلل مش حيكون إلا حيدفع ثمنه ماديا، فعلا وماديا أفضل إن ومرات حتى مش موجودة العلاج. فالأفضل إنه هو يحافظ على نفسه. وفي الآونة الأخيرة حقيقة كثرت أمراض القلب والشكوى من أوجاع في جهة القلب، يعني كثير من الناس مثل ما ذكرتي خاصة بعد جائحة كورونا، وبالتالي هناك يعني نسبة كبيرة من البشر، يعني القلب يوجع الإنسان ليس فقط من الغذاء والطعام، ولكن من المشاهد المؤلمة التي يتابعها عبر شاشات التلفزة هذه الأيام وما أكثرها. سأعود لك أستاذتنا الفاضلة، اسمحي لي أذهب إلى تونس مع الدكتور أحمد ذياب، أستاذ الطب والأنثروبولوجيا البشرية. أهلا وسهلا دكتور أحمد، شكرا لوجودك معنا اليوم، عيد أضحى مبارك. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير، شكرا. أهلا بك. كنا نتحدث أنا والأستاذة نورية معتوق العمامي من بنغازي في ليبيا حول عيد الأضحى والعادات الغذائية الخاطئة في هذا العيد اللي أحيانا تهدد حياة الكثير من الناس. أريد أن أسمع منك سيدي كيف بالإمكان بالفعل أن يكون غذاءنا متوازن. هو أولا بالنسبة لهذه الأعياد والمناسبات هي عادات اعتدنا أن نجتمع فيها وأن يجتمع فيها الأهل. نعم. أهم ما في الأمر هو أن يجتمع الأهل ويهنئون بعضهم البعض. صحيح. وأن يفكروا خاصة في من هو في حاجة إلى بعض الأكلة التي تحتوي على بروتينات. أن نفكر في الآخر الجوعان، أن نفكر في الآخر الذي هو في حرب، أن نفكر في الآخر الذي هو غير قادر على هذه الوجبة. لكن بصفة عامة أنا تعرضت معك إلى موضوع أكل اللحوم. نعم. تبين لنا من أن اللحم بصفة عامة وخاصة اللحم الأحمر أصبح مضرا داخل العيد وخارج العيد. خارج العيد لأن المواطن العربي الميسور خاصة يتناول كمية من اللحوم أكثر بكثير مما يحتاجه جسمه، وهذه الكمية هي كمية ممرضة ممرضة، وأصبحت للأسف مسرطنة. سرطانات القولون عافاكم الله أصبحت بدليل قاطع أنها تتوفر خاصة لدى آكلي اللحوم واللحوم الحمراء بصورة خاصة. نعم. عذرا دكتور أحمد قبل أن تكمل، أسف على المقاطعة، ولكن هناك من ينصح بأكل اللحوم ولكن بين الفينة والأخرى، ليس بشكل مستمر، لأن يقال أنه مفيدة. نعم، بين الفينة والأخرى هذا مفيد جدا، ويمكن تعويضها على الأقل ببروتينات سمكية وببروتينات نباتية، ولا ضرر في ذلك، لأن هذه البروتينات السمكية أو البحرية والبروتينات النباتية هي نافعة 100% وغير مضرة. الضرر يأتي من عدة نواحي بالنسبة للحم الأحمر. أولا، لأنه من عادة هذه اللحوم أن تتأتى من حيوان هو نفسه يحمل بعض الأمراض، ناهيك أن
الكيس العداري أي الكيس المائي الذي يصيب الكلى ويصيب الرئتين هو مرض متوفر أكثر بشمال أفريقيا والعالم العربي أكثر من أي وطن آخر وبلد آخر وموقع آخر في العالم، ناهيك أن اللحوم لحوم الظأن لا تعكل كعادة مثلا في رومانيا أو في فرنسا أو في إسبانيا، بل هم يبيعونها بل هم يسلمونها إلى هذا العالم العربي المقبل على هذا النوع من اللحوم لأن فيها بعض الأمراض. لذلك وإذا أقدمنا على أكل هذا اللحم علينا أن نتأكد من سلامة هذا الخروف، من سلامة يعني من المفترض من المفترض أن لا تباع دكتور أحمد، من المفترض أن لا تباع هذه يعني اللحوم إلا بعد الكشف عليها وضمان صحتها، أليس كذلك؟ هذا من المفروض، لكن الواقع هو غير ذلك. المواطن العربي يذهب إلى السوق ويشتري كبشه ويشتري الكبش ثم يذبحه بعد يوم أو يومين دون أن يتفقد أي شيء. قد ينصح بأن يكشف عن الرئتين أو عن الكبد للكشف عن كيس قد يقلعه أو يزيله شخصيا، ولكن كم هو يزيل؟ ثم نوع اللحم، هل هذا اللحم مضر أو مفيد؟ هل أن هذا اللحم غير مريض؟ هو اشتراه بمال ربما ينقصه، ومال ربما تكبد أزره ومشقة كسبه، ولكن اشترى هذا الظأن ولا يريد أن يفرط في قطعة منه. وبالتالي هذه العادة لابد أن نحيطها بكل النصائح والنصيحة الكبرى، هي أن لا نأكل أكثر من ربع خروف نذبحه، ربع خروف بمعنى أن نتصدق بثلاثة أرباع إذا ما اضطررنا إلى هذه السنة الحميدة المتوفرة بثلاثة في بلداننا العربية الإسلامية. لابد من أن نفكر في الغير ونتصدق. وما أكثر المحتاجين. نعم، وما أكثر المحتاجين اليوم في بلادنا. وما أكثر المحتاجين الآن في بلادنا. ثلاثة أرباع ما نقتنيه علينا أن نتصدق به ونسلمه إلى المحتاجين. نعم. إلى أولئك الذين ربما هم في حاجة إلى بعض البروتينات. إذن من ناحية صحية نحن نفيد الجسم بهذه الرياضة وبعدم أكل اللحوم وبتناول البقوليات وتناول الخضروات وتناول بعض الفواكه بصورة أفيد من هذه اللحوم، ومن جهة إنسانية ودينية وأخلاقية علينا أن نتصدق بأكثر ما يمكن من هذا الخروف الذي نذبحه أو نضحي به يوم العيد. علينا أن نوفر هذه الكمية إلى غيرنا، إلى المحتاجين. ثم ما أنصح به هو أن لا نتركه يتخزن لأشهر، لأن تخزينه لأشهر هو يصبح مضرا مرتين، مرة لأن فيه لحم ومرة أخرى لأن المواد التي تحاول أن تصبره، المواد التصبيرية، هي في نفس الوقت مضرة، وهي فعلا ترفع من الضغط الدموي وترفع من نسبة الكوليسترول ومن الشحوم ومن ثلاثي الغليسيريد. ونجد أن مريض القلب سوف يتضرر أيما ضرر، ومريض الدماغ سوف يتضرر أيما ضرر، ومريض الكلى كذلك سوف لن يمكن كليتيه من القيام بواجبهما نحو هذا دكتور الإنسان. أحمد ليه؟ دكتور أحمد الثياب، عذرا على المقاطعة دكتور، ذكرت عدم تخزين اللحوم لأشهر، تتحدث عن تخزينها بعد الذبح؟ نعم
نعم، عدم تخزين هذه اللحوم. هو عادة تجمد هذه اللحوم، عادة تجمد، ولكنها مضرة. أي ما ضرر، هي مضرة مرتين، أقول لك بصورة قطعية أنها مضرة مرتين. مرة لأنها فيها لحم، وهذا اللحم الأحمر هو مضر، ومرة ثانية لأنها مصبرة، وهذا التصبير سوف يخزن كل الأضرار ولكن دون فائدة. صحيح أن عاداتنا تغلب ما نحن نقوم به، وأن رائحة اللحم المشوي ورائحة اللحم المخزن هو أمر اعتدنا عليه، ولكن علينا أن ندفع بالنفس إلى بعض الصبر وبعض التغيير. هذا التغيير ضروري حتى نلهم النفس بالصبر، ونلهم النفس بالرياضة، وندفع بالنفس إلى قبول نعم. هذه النصائح الطبية دكتور أحمد. المفيدة جدا. نعم والتي أكيد. دكتور أحمد عذرا المقاطعة نعم. مرة ثانية، هل تجميد اللحوم أيضا غير جيد، غير صحي؟ طبعا كل ما هو مجمد، كل ما هو مصبر هو مضر مرتين، مرة لهذا لما يحتويه أصلا، ومرة ثانية لأنه مجمد ولأنه يحمل مواد مصبرة، وهذه المواد التي تصبره وقد نأكل القديد مثلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر نحن نأكل هذا القديد، وهو مضر مرتين على الأقل، ومضر أكثر بكثير من أي لحم طازج. أي أن اللحم الطازج هو مضر إذا ما تناولناه على الأقل بكميات وافرة يوم العيد، ولكنه مضر أكثر إذا ما تناولناه بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، وهذا التخزين أصبح فعلا فيه ضرر كبير على البشر. يعني دكتور أحمد، الناس تخزن يعني من الناحية الاقتصادية حتى، يعني لا نعم. تذهب إلى السوق دائما وتشتري نعم. هي فرصة يعني لكثير من نعم. العوائل خاصة الكبيرة. نخزن مالنا، إذا نخزن بعض المال ونقتني عند الحاجة ضرورة بعض البروتينات الطازجة مباشرة، فهي متوفرة في كل بلاد في العالم، والعالم العربي متوفر فيه هذه اللحوم، وعلينا أن نوفر على أنفسنا هذه الأمراض التي تصيب وطننا وعالمنا ومواطنينا في العالم العربي بنسب أكبر بكثير. نحن لنا أكبر نسب أمراض قلب، وأكبر نسب أمراض ضغط، وأكبر نسب أمراض كوليسترول، وأكبر نسب متاع تحصي في الكلى إلى غير ذلك، خاصة وأنه نحن نسير في عادات سيئة. نعم دكتور، لو شاهدنا بلدان أخرى وأنا زرتها، هي تتناول من الخضروات تقريبا 90% من مأكولاتها هي خضروات وليست لحوم وليست دهنيات وليست كوليسترول وليست شحوم إلى غير ذلك. اسمح لي دكتور أحمد، أعود للأستاذة نورية. أستاذة نورية، أكيد سمعتي ما تفضل به ضيفنا، بصراحة ذكر العديد من المعلومات المهمة، ويعني نتساءل كيف نتجنب أن أي وعكة صحية في هذا العيد، خاصة أنه يعني أحيانا الطوارئ تكون مليئة بأعداد المصابين، إما بسبب التسمم الغذائي أو عسر الهضم أو الإسراف والإفراط في المأكولات الغازية والمشروبات الغازية والمأكولات الحلويات خصوصا، وأيضا اللحوم. الطريقة الوحيدة زي ما قلت لك سبق وحكيت أن لازم يكون في تنظيم لآلية الأكل في العيد. أولا الشواء لازم منا، والأضحية هي نحكي على طبيعتنا في ليبيا وفي بنغازي، نحن لازم نشوي. فالشوي زي ما قلت لك تحوض منه الشحوم، يكون بعدد قليلة كميات، المفروض انه هو ما يكونش متأخر في الليل، يكثر شرب المية، يكثر فيها الخضروات، تكون دي وقت يعني السلطات والخضرة، وما يكونش في الكاتشب والمايونيز لان هذين مضرات جدا.
وهن لهن يعني مشاكلهن، نحن نقدر نخلو اكثر ان دخلوا مثلا لو في خبزة الشعير بالنسبة للناس اللي عندهم الكلى ولا النقرس، نقدر ندخلوا لهم التوست ولا الخبزة الشامية الخفيفة. نحن نوازنه. احنا نوعا ما، انا الدكتور بعد ما حكى قال ان التخزين نعم، لمدة 3 شهور. سنة، احنا نفرق عنده الطبيعة طبعا تختلف. احنا في ليبيا مرات نكملوا الأضحية قبل ما تكمل الشهر. ليش؟ لأن من كثر ما نشوه، من كثر ما ناكله يوميا في اللحم الأحمر، وهذه هي واحدة من لأنه في عاداتنا. شعوب يعني تعتمد في غذائها على اللحوم يعني. ايوه، نحن منهم الشعوب هذه اللي هي واحده من العادات السيئه، اللي نحن عندنا انسيدنس وانديكيتر ان هاي يعني الريسك عندنا في عالي. الان سي دي عالي جدا، في الامراض المزمنه المشكلة عالي، أستاذة لان نورية نحن إنه بنقول الناس أصبحت تعي ما هو المضر وما هو الصحي، ومع ذلك لا تستطيع الاستغناء عن هذه العادات. حقيقة لأنه في ممكن شكل أنت أستاذة نورية تغيري بنفسك، ولكن ما لا تستطيع أن تغيري بمن حولك أو طريقة تفكيرهم في هي نوعية شوف، الأغذية الصحيحة لهم. هو في سببين يساعدنا شوية في التغيير. السبب الأول ماديا، احنا غلاء الأسعار صحيح بالنسبة للحوم الحمراء أصبح عالي، فاحنا أجبرنا الفترة هذه إن ممكن، ولو إن نحن ما زلنا عالي عندنا في المناطق، زي ما قلت لك نحن لنا أغلبهم زي ما يقولوا إنهم يبيعوا في الأضاحي، وناس تكون من التجار وعندهم يملكوا الأغنام، في نفس الوقت نحن هذا حاجة نمط في حياتنا، نحبوها اللحم الأحمر، ما زلنا ما التجأناش للأسماك أو للدجاج بشكل أكبر. لكن ايضا صادف خاطي العيد ان نحن المطاعم اصبحت بشكل كبير وتتفنن نعم، وأكبر دليل الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي يعني. وبالتالي نوع المطاعم بالزيوت المهدرجة أصبحت هي بروحها سبب ثاني، إنه هو قاعد يزيد لك في نسبة الأمراض المزمنة. خاطي إنك أنت تجيك في العيد الأضحى، معناته أنت عندك فرصتك وتأخذ يعني زي ما قلت إن أها، التجمعات العائلية تكون سبب في فتح الشهية صح، الزرادي، والناس تطلع نزهة، إن هو بيطلع من المود العمل أسبوع كامل. فنحن نتوقع إنه يكون فن. احنا اليوم في حالتين جلطة قلب صباحا في المركز، يا يعني ساتر. اليوم بس الصبح كان في حالتين جلطة قلب يعني يعني في المركز. لهذه الدرجة أكل اللحوم يعني يسبب هذه الوعكة الصحية بشكل مستعجل يعني؟ مزعج غياب التوعية الصحية أو غياب الاهتمام بالكشف المبكر على الأمراض المزمنة. نحن المفروض ننصحه أن من بعد 18 سنة يبدأ يقيس الضغط ويشوف السكر عشان يأكد هل هو وين قاعد في أي ليفل، خصوصا مع التوتر بعد سنوات الحروب بعد كورونا والتغييرات. بدينا نقوله نحن لازم في كشف مبكر عشان إنه هو المعدلات. فأنت مرات في ناس تكون عندها ضغط مرتفع ما وهي ما تعرف. تكونش عندها العلم، ما عندها العلم، مع الاكل الدهون والكوليسترول واللحم والفرح والمشاعر هذين كل يعتبر عوامل، يعني مع عامل العائله والسمنه وعدم وجود الرياضه، فهن تراكمن تجيك في يوم العيد، تجيك في واحده من هذه نعم، يعني. يعني أحيانا مع الأسف الطعام بدل ما أنه يكون مفيد لجسم الإنسان حتى ينمو وحتى يعني تقوى مناعته، يكون سم أو مرض لجسم الإنسان، لأنه كثير من الناس تشتكي يعني مجرد يأكلون يشعرون بالإعياء والتعب والنفخة وكثير من الأمور. لان طريقه الاكل، انت بعد ما تحكي انك تاكلي الكبد وبعدين تشربي البيبسي ولا الغازي ولا وتكثري من هذا كله، وانت مطلوب منك 12 ساعه باش يبدا يهضم الجسم. فبالتالي هذا شيء من العادات اللي زي ما حكيت لك انه مضرات يعني. نعم.
نعم، اسمحي لي أستاذة أنتقل لدكتور أحمد ذياب من تونس. دكتور أحمد، عندما نتحدث عن التوازن في الأكل في الطعام، يعني المسألة تتعلق أيضا في الكمية أم في النوعية؟ يعني مثلا أنا أمامي أكل صحي، ولكن كنت يعني جوعانة لدرجة حبيت أكل مرتين، يعني بدل صحن واحد صحنين، هل هذا مضر إلي؟ هل المسألة في الكمية أم أنه النوعية تطغى على الكمية؟ طبعا هو مضر، ما في ذلك من شك. إذا أكلت صحنين عوضا عن صحن واحد فهذا مضر. ثم أكثر من ذلك، نحن عندما نتقدم إلى شهر رمضان الفضيل ونحاول أن نقول أنه شهر صيام وشهر عبادة وشهر تصدق على الآخرين، نحن في الواقع شعب أو شعوب تتناول 3 أو 4 مرات ما تقتنيه في الأشهر الأخرى. إذن نحن نأكل في شهر رمضان أكثر من أي شهر آخر. ثم يأتي العيد، عيد الأضحى، ونحاول أن نفكر في الغير ونفكر في الفقير ونفكر في من هو بحاجة إلى، وعوضا عن أن نقوم بذبيحة واحدة، هناك عائلات تقوم بذبائح متعددة، تذبح مثلا بقرة وخروفين أو 3 خرفان، وتجتمع العائلة حول مأدبة، كما قالت الزميلة الفاضلة من ليبيا، قالت أن نحن لا نخزن هذا اللحم بل نأكله في شهر. طيب، هذه الكمية الكبرى في شهر هي أصلا مضرة. لذلك نجد أنه في البلاد الغربية يوميا تأتينا دعاية وإشهار يقول كلوا تناولوا 5 خضروات وفواكه يوميا. صحيح. هذا عنوان يومي في كل الإذاعات والمواقع والتلفاز الغربي بصورة عامة، يوميا نسمعه، ولكن نحن لا نسمع هذا الشيء في بلادنا. نعم. نسمع فقط عن حاولوا أن تفعلوا كذا، أو حاولوا أن تفعلوا كذا، أو حاولوا أن تفكروا في أنه شهر الصيام، وحاولوا أن تفكروا في أنها هذه الأضحية هي أضحية للصدقة والتصدق والتفكير في الغير. هذه المحاولات لا تجدي، الواقع هو غير ذلك. الواقع هو أن أكل اللحوم مضر جدا، وعلينا أن نقوم كما يقوم أهل الغرب بالدعاية اليومية إلى أكل الخضروات، وهي في متناول المواطن. الخضروات والحمد لله أرخص بكثير، أبخس ثمنا من هذا اللحم الذي أصبح بثمن مشطة، وهذه الخضروات وهذه الغلال وهذه الفواكه هي مفيدة جدا وكافية. ثم على الأقل الإقلال من أكل اللحوم، يعني لما لا أن الإنسان إذا تمكن بالفعل من أن يشتري أو يضحي في العيد بأن يأكل، أو ربما تأتيه من الجيران أو من الأقارب، ولكن بكميات معقولة. بكميات معقولة، هذا معقول. عليه أن يتغلب على النفس الأمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء لأنه في حاجة إلى هذه العادة الحسنة الفاضلة الجميلة، من حيث أن هذا اللحم يجمع الناس حوله. صحيح. ويأكلون ويتناولون ويفرحون ويهزجون إلى غير ذلك، ولكن الواقع هو غير ذلك. الواقع بالنسبة للجسم، الجسم يتأثر بهذه الكمية من اللحم سواء أكلناها في يوم أو يومين أو 3 أو حتى شهر، أو خزناها وأكلناها قديدا. نعم. ومرجاز إلى غير ذلك. نعم. هذه اللحوم المخزنة هي لحوم مضرة مرتين على الأقل. في ناس دكتور أحمد إذا ما أكلوا لحوم بيعتبروا حالهم ما أكلين شيء، يعني هل هذه ربما حالة نفسية، يعني يشعر الإنسان أنه إذا ما أكل لحم يعني هو لم يأكل؟ يا سيدتي، أنا لا أكل لحما، وأنا والحمد لله في صحة جيدة، أمارس كل الرياضات يوميا، والحمد لله لا أكل لحما. نعم، بس أكيد أحيانا تتوحش، يعني واحدة قطعة لحم صغيرة. لا والله، لا 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 والله، يعني لا ما فيش، يعني هناك فواكه، هناك غلال، هناك ما يعوض هذا اللحم،
وأنا لا أشتهي اللحم بتاتا إلا إذا ما دعيت لأمر أو ضيافة، أها وبالتالي أضطر إلى أها مجاملة من يضيف لي فقط. حتى دكتور أحمد لو كانت الأضحية أو هذه اللحوم سليمة مضمونة سليمة أو غير المصدر؟ سليمة، هي سليمة سليمة مضرة، فما بالك يا لو الله. كانت فعلا ضارة أو مضرة، أو أن الطبيب البيطري لم يفحص هذا الخروف، خاصة أن 90% من الحالات من الأضحيات لا تتم مراقبتها ولا تتم لا يتم فحصها من لدن الطبيب البيطري، نعم رغم أن الطبيب البيطري في تونس هو موجود ومتوفر بصورة مجانية، ولكن الناس لا يدعون هذا الطبيب، يمرضون ربما يمرضون من تخمة أو إسهال أو يصابون بكيس عداري، ولكن لا يستدعون الطبيب حتى لا يحرمهم مما اقتنوه بآلاف الدنانير. شكرا. احيانا والله حتى يكون سعر الكبش او العلوش اغلى اكثر من راتب الموظف او العامل. نعم، هو نعم يتداين ويستعير مئات الدنانير ليشتري كبشا. هناك صحيح من العادات أنه يفرح أبناءه وصغاره إلى غير ذلك، ولكن علينا كذلك أن نعلمهم بأمور أخرى ونربيهم على أمر آخر، أن تكون الأضحية مثلا رمزية في الدولة، أن نعم يكون رئيس الدولة هو الذي يضحي مرة لكامل الشعب التونسي وكفى بالله حسيبا، أو أن يكون المفتي هو الذي يضحي مرة أو في دار خيرية أو دار يتامى وفقط، وليس لمليون مليون من الأكباش تذبح في يوم نعم العيد في بلد أصابه الجفاف من 7 سنوات، مع الأسف. 7 سنوات جفاف، نعم وعلى الرغم من ذلك ذبح نعم مليون و200 ألف كبش في تونس اليوم، نعم دكتور رغم أحمد، دكتور أحمد السنين يعني العجاف نعم ورغم هي الجفاف هذه سبع السنين سنوات العجاف ضربت المنطقة بأكملها برمتها، يعني موضوع الجفاف وهذه التغييرات المناخية. أعود للأستاذة نورية. أستاذة نورية، واضح أن الدكتور أحمد اليوم خوفنا من أكل اللحم بتاتا. في حاجات مشتركة بيننا، بس يعني بالعكس أنا هو بيهمني يحكي أسمع على رأيك، تفضل يا أستاذة. هو بخصوص الجديد نحن لازم نديروه في العيد، ولازم يكون يعني بشكل مركز جدا عشان الشتاء. هذا الشيء الوحيد اللي نخزنه فيه عشان الشتاء، لأن أها أكلة الشتاء هي جديد العيد. والشيء الثاني احنا نتمنى انه في الامعاء الكبش اللي يسموا فيها المصارين، هذه نعم وجبه عندنا نحن، وجبه ضروريه مليانه هي والله فيها. أنا توحشتها هذه الأكلة، صار لي سنين ما أكلتها على الرغم. هلا أكيد أكيد دكتور أحمد عنده تعليق عليها. هو نحن طبعا ننصحه، بس في نفس الوقت نقوله ان هذينا طقوس شعبيه، أي نعم نقوله لناسنا حباتنا نقلل، نديروها بس نقلل له، بدل ما تكون القفعة كبيرة تكون تبسي صغير، صحيح الطرف صغير مع خضروات واجدة، يعني على الأقل ناخذ معاها ليمون، ناخذ معاها صحيح برتقال عشان يكون الهضم أسرع، يعني أقل حاجة ناخذ كميات الأشياء هذه، ما نطلعوش برا من المزاج بتاعنا واللي نحبوه نعم بس بمعدلات، لأن الوسطية في كل شيء كويس. خير الأمور أوسطها. طيب أستاذة نوري، خليني أسمع رأي دكتور أحمد، تفضل دكتور. طبعا خير الأمور أوسطها، ولكن في الواقع أنا لي من الأهل من هو متعب ويصاب بآلام كتفية لأنه يذبح بنفسه خروفا أها أو خروفين أو ثلاث، أها هذه واحدة، ثم يتعب ل3 أيام وهو منهك وقد أكل لحما وفيرا وإلى غير ذلك، ثم هو سوف يصبح متعبا ولا يمارس أي رياضة،
فيما بعد ذلك، لأنه يأكل هذا القديد اللحم المخزن، وخاصة الأمعاء. الأمعاء هي عبارة عن شحوم. الأمعاء هي عبارة عن شحوم. الشحوم هي الشحوم البطنية. الذي له بطن بارزة هو له صفاق، والصفاق معناه هو الدوارة. الدوارة هذه الدوارة هي شحوم التي تتركز ولكن لدى هي الإنسان. تنظف دكتور أحمد، تنظف بشكل عفوا، جيد، يعني هي تعقم وتنظف بشكل جيد قبل أنا لا الطهي. أتكلم عن التعقيم، أنا لا أتكلم عن التعقيم. أنت حتى مهما كانت طريقة طبخك لهذه الدوارة فلن تزيل منها شحومها، ولن تزيل منها ثلاثية الكوليسترول، ولن تزيل منها ثلاثية تريغليسيريد، ولن تزيل منها دهونها، ولن تزيل منها كل الأضرار المتوفرة في هذه الدوارة وفي هذا الكبد وفي هذه الأمعاء وفي هذا القلب وفي هذه الأحشاء، لأن الأحشاء هي التي تحشى فعلا بكل الدسوم وكل المواد الدسمة. إذا أنت لن تعفي نفسك من كل هذا. الحقيقة هو أننا من الممكن أن نشتهي طبقا مثلا دوارة، أو يعني أنا ربما لي 30 سنة لم أذق هذه الدوارة عمر أو أكثر، لأني أرفض أن أضر جسمي إذا ما علمت أن الأمر مضر، وأنا أحاول أن أغلب نفسي على نفعا بها أو رأفة بها أو رحمة بها. تجنبا من عندما الأمراض. أعلم أن الأمر ضار، لماذا تريدني أن أضر نفسي؟ وقد شاهدت مرضى في تونس يملكون أكياسا عدارية. الكيس العداري هو عبارة عن كيس متأتى من الخروف أساسا، وهذا الكيس العداري هو عبارة عن، عفاكم الله، أين صرفة. يوجد هذا الكيس هذا دكتور؟ الكيس يوجد في الرئة، في الرئة. يوجد في الكبد، ويوجد خاصة فيما لا نشاهده إذا كان صغيرا. إذا كان صغيرا جيدا فالمرأة لا تشاهده، قد تجد فقاعة ثم تقول أنها فقاعة، وفي الواقع أطفالها أبناؤها زوجها سوف يتناولون هذه الفقاعة المليئة بالأكياس ماذا العدوية. تفعل هذه الأكياس بجسم الإنسان؟ هي تنتشر في الجسم وتسرطنه، هو يا ساتر. باعتبار عن سرطان ينتشر في الكلى، ينتشر في الكبد، ينتشر في الرئة، ينتشر في العظام، وإذا ما كيف أصاب ممكن العظام اكتشافه دكتور؟ اكتشافه بتحاليل دموية ثم بالتصوير ثم بالرنين المغناطيسي نكتشف، وفي الواقع نجد أن هذا الإنسان قد تناول لحما. نعم لكن أي دكتور لحم؟ أحمد. طيب نحن دكتور لا أحمد. نعرف أي لحم، نعم. أي يوم، أي شهر، أي صح. سنة هو أصيب صح. بهذا الكيس العداري. خاصة أنه هذه اللحوم، يعني أيضا كمان يجب السؤال، يعني هل هذا العلوش أو هذا الكبش قبل أن يذبح، ما طبيعة الأكل اللي كان يتناوله في المراعي، وبالتالي كلها تؤثر على صحة الإنسان. اسمح لي أعود لي عفوا عفوا أكثر من ذلك عفوا تفضل. كلمة واحدة أكثر من ذلك. أي. تفضل أستاذ. الناس في بلدي على الأقل تونس يأكلون على قارعة الطريق. قارعة الطريق، تعرف على قارعة الطريق، المشاوي موجودة على قارعة الطريق. على قارعة الطريق لا يوجد طبيب، ولا يوجد طبيب بيطري، ومن له دابة أصيبت بمرض ما هو يبيعها إلى هذا الجزار أو صاحب الذي يملك مطعما على قارعة الطريق، نعم. يذبحه، يزيل بعض الأشياء ثم ينشره ويوفره يعني لزبائنه. هاي شفناها دكتور أحمد، ولكن أيضا هناك في مؤسسات في بعض الدول مسؤولة عن سلامة الأضاحي. اسمح لي أعود بعجالة لأن خلص وقت البرنامج. نورية، أستاذة نورية، يعني أنا مدعوة اليوم عندكم على العشاء. هو مش على رح الغدا أكل بس، بكميات قليلة يعني، مش رح نكتر. بكرة على الغدا نحن عندنا 7 دوارات يا خواتي عيني. سامع دكتور أحمد؟ ونحن العائلة كبيرة، فنحن 7 دوارات من الساعة 8 ورشة عمل، هاو تو بريبير ما وهاو شاء تو الله. كوك. فمعلش
لكن لأن العدد كبير ما شاء الله معلش هو خلينا استثناء نقسمهم عشان عيد يعني. الأضحى، معلش يعني خلي هو دكتور عشان أحمد يسامحنا اليوم. وعلى لا، فكرة الأمعاء سؤال الضريبة للأخت فقط، للرجال، نحن هل نفضل تم الأمعاء فحص هذه الضريبة الأضاحي من للرجال. طرف طبيب؟ سؤالي لها، هل تم فحص هذه الأضاحي من طرف طبيب، هذه ال7 دورات؟ والله هي حقيقة نحن نعيد بالأضحية الوطنية اللي عارفين إن نحن نوصوا عليها داخليا، وعارفين وين مثلا هي من الراعي بتاعها يعني. وبعدين نسائنا متعلمات جدا، درجة يعرف ان اثناء التنظيف واثناء الشيء هذا ان يعني في بروفيشنال، ولكن ما بالصحة يغنيش عن والهنا. والله ان شهيتينا أستاذة نورية إنه نذهب عندكم إن شاء الله في زيارة. شكرا العيد جزيلا، القادم، إن شاء الله إن شاء الله العيد بتشرفي، القادم إن سيدتي شاء الله الفاضلة إن شاء الله يعني. تكون الأمور هدأت الدكتور معزوم، وانتهت الحرب إن شاء الله. الدكتور معزوم لازم ياكلها بعد فتنة. شكرا. يمكن إذا ذاق الأكل يغير رأيه. لا والله لا، ممكن. أذوق مجاملة طيب لمن يضيفني، أنا شكرا أقول هذا شكرا صراحة. جزيلا، انتهى وقت البرنامج. كل عام وأنتم بألف خير. من تونس شكرا. دكتور أحمد ذياب، ومن ليبيا بنغازي الأستاذة نورية معتوق العمامي. جزيل الشكر مشاهدينا، أشكر حسن المتابعة. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير إن شاء الله.